ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل عجينة القطايف في البيت، بتبقى سهلة خالص. دي المقادير بتاعتنا، طبعا احنا كمان هنسويها ونحشيها. هنجيب خلاط شفشق يعني، واحط فيه مياه دافية والخميرة والسكر والفانيليا، واحط معلقة الخل، واحط السميد، واحط البيكنج بودر على الدقيق واخلطه، واحطه في الشفشق هو كمان. وبعدين اشغل الخلاط عليهم واضربه كويس، وهصفيه بعد ما اضربه علشان لو في اي تكتلات موجودة من الدقيق ان هو ما تبوظش معانا القطايف. بنحط بقى البيكنج سودا بعد ما نصفيه واخلطها كويس، اللي هو قبل ما نشتغل على طول. انا هسيبه شوية يرتاح طبعا قبل ما احط له بيكنج سودا، يعني حوالي 10 دقايق كده. ليه احنا بنحطها في الاخر؟ لان الخليط بتاعنا فيه خل، والخل بيخليها تشتغل، فاحنا هنحطها على اخر حاجة عشان كده. هنبدأ بقى هنجيب طاسة مندهنهاش طبعا، تكون ما بتلزقش فيها اي حاجة، ونبدأ بقى نحطها بالكبشة كده على قد الحجم اللي احنا عايزينه. طبعا في اول واحدة، يعني اول واحدة بنستخدمها في الطاسة دي، لازم ما بتطلعش مظبوطة. طبعا القطايف اهي قدامكم، النقط دي اللي هي الفقاقيع، ده بيدل على ان هي نجحت، يعني ان هي القطايف حلوة زي ما انتم شايفين كده بالكبشة. وطبعا نعمل بالطريقة دي لغاية لما نخلص الكمية كلها، ونمسح يعني لو الطاسة فيها حاجة نمسحها على طول أول بأول، علشان ما اجي احط تاني قطايف ما يبقاش فيها حاجة محروقة او كده. ده ظهرها زي ما انتوا شايفين. بتستوي اهي زي ما انتوا شايفين، الابيض ده بيحتفي وطلعت طرية خالص. طبعا احنا بنطلعها على قماشة، يعني احنا بنحطها على قماشة ونغطيها، عشان لو سيبناها من غير قماشة هتنشف. انا بلبس كل اتنين لبعض، يعني بخلي وشهم اللي من جوه دوت، اللي هو لو في فقاقيع اللي بيبقى باين لنا في التصوير، وزي ما بتتباع على زي ما الراجل بيبيعها بالظبط، واحطها في القماشة واغطيها زي ما شايفين بتتم الفقاقيع وبتستوي، والابيض ده بيختفي برضك بعد ما بتطلعيها. سهلة خالص، ممكن اي حد يعملها في البيت، وملهاش يعني ادوات محددة يعني ان احنا نجيبها علشان نعمل بيها. والمقدار ده بيعمل حبة حلوين. طبعا اللي هو استوى بزقه على جنب كامل سواه، وبوسع اللي انا هعمله جديد. زي ما انتوا شفتوا كده بلبسهم في بعض. هو
والكبش احط اي جديد؟ ممكن يعني لو في حاجة تانية عندكم ممكن تقدروا تستعملوها. تمام، ده شكل القطايف زيها زي بتاعت بره بالظبط، مفيش اختلاف، مكلفتنيش كتير، كلها حاجات من البيت. طبعا ممكن تصغروها عن ما انا عاملاها، او ممكن تكبروها شويه برضك عن الحجم اللي انا عاملاه، الحجم اللي انتوا تحبوه يعني. زي ما انتوا شايفين كده في الطوسه بيبقى في حاجات في القعر، فانا بمسحها بمنديل كده واكمل. كده خلاص خلصنا. زي ما انتوا شايفين بقى انا حاطه الطريه ازاي، حطها على قماشه. هنا هبدأ بقى اشكلها علشان احشيها، بقفل من كأني هحشيها، وبعد كده بعكس اعمل الناحيه التانية، او اعملها اللي هي ودن القطه ديت. يعني هنحشي بايه بقى؟ جوز هند وزداني وزبيب وسكر، عشان انا مش هحطهم في شربات، دي بتبقى خفيفة شوية مش مسكرة قوي. هقفلها واحط حبة، وبعد كده اكمل القفلان بتاعنا، ونحاسب ان احنا الحشوة، ان الحشوة بتاعتنا ما تجيش على الحروف، عشان لو جت على الحرف طبعا مش هتقفل، سواء اللي احنا عاملينها في البيت او اللي بره كمان. ونضغط طبعا على الحروف كويس قوي، والقطايف بتتاكل في نفس اليوم، لان تاني يوم بتبقى ما ينفعش انها تتحشى، بتبقى نشفت، وطعمها بيبقى كمان مش حلو تاني يوم. فما نكترش من العمايل على اساس ان هي طعمها ما بيغير تاني يوم، ونعمل اول باول، وكمان ما يبقاش كميه كبيره ان انت ترهقي نفسك بيها. الزيت هيكون مش سخن قوي، هيبقى دائق يعني متوسط عشان ما تتحرقش، ونحمرها. طبعا في ناس بتحبها مقرمشه قوي فتكي عليها في التحمير، وفي ناس بتحبها ان هي ايه تبقى طريه برضو، على حسب برضك ما انت بتحبه. اقلبها وبعدين اشيلها. طبعا انا بحمر دوت الاول، وبعد كده بحمر اللي انا عاملاهم فاضيين اللي لسه هحشيهم بعد التحمير. زي ما انتوا شايفين اهو انا حطيتها ليه كده، علشان ما تفكش، لان كده هتتحمر بقى الجزء اللي هو اللي انا ماسكاه هو اللي هيتحمر، فبالتالي مش هيفك مني لما اجي اقلبها على ظهرها. ده خلاص هطلعهم. طبعا دي اللي هحشيها كريم جانتيه والنوتيلا. التانية دي برضو النوع دوت احمره. هنبدأ بقى نحطهم في طبق التقديم علشان ازوقت القطايف اللي هي مش جواها حشو واحطها معاهم. هنيجي بقى الاول نوع، وانا هبدل يعني في الحشوات يعني ما بين الكريم جونتي والنوتيلا على حسب. وفي ناس كمان بتعملها حادقة، بتحط في جواها جبنة، وفي بيعملوها بالبسطرمه برضو، جبنه التركي بتبقى حلوه. هنا حطيت كريم جانتي اهوت،
حلوة بكريم جونتي. كريم جونتي ده بالكاكاو مش سادة، طعمه حلو معاها. وهنبدأ بقى نعمل اللي هو بالنوتيلا. بتبقى بالنوتيلا طعمها حلو برضو. كده خلاص، حط بقى اللوزية فوق كل واحدة من النوتيلا، وهحط النوتيلا فيها وهحط عليها شوكولاتة فارماسي. بحط بالنوتيلا بالمعلقة عادي، مش لازم كيس او بالبلة. وكده خلاص نكون خلصناه. جربوها، يا رب تعجبكم. وبالهنا والشفا.